بالنسبة لعضويات التجمع أو العضويات العامة حتى عندنا ضغط كبير جدا. إحنا فتحنا اللجنة الأسبوع اللي فات، كانت أول لجنة، النهاردة تاني لجنة جايين لحد دلوقتي، أو الطلبات اللي موجودة أكتر من 1500 طلب متقدمين، لكن مش هنقدر نقابلهم كلهم. بنحاول نقابل الأكبر عدد ممكن، كل أسبوع بنقابل في حدود 100 واحد، وهنكثف بعد أجازات رأس السنة إن شاء الله. هنكثف بحيث يبقى فيه أكتر من لجنة كل أسبوع، هنعمل في حدود 3-4 لجان إن شاء الله عشان نقدر نغطي العدد. النهاردة قابلنا، كان المفروض مكتوب حوالي 100 عضوية للتجمع، قابلنا أعتقد في حدود 85-90 واحد، في 10 ما قدروش ييجوا، ظروفهم منعت، فهيجوا في لجان قادمة. ده بالإضافة ل50 طلب للعضوية العامة للنادي. أولا ده بيعكس مدى ثقة الناس في النادي الأهلي ومجلس إدارته، مدى ثقتهم في العملية الإنشائية، وإن في تطور، وهم شايفين النادي الأهلي إزاي. الحمد لله وما شاء الله، يعني النادي الأهلي النهاردة بيغطي المنطقة الجغرافية للقاهرة الكبرى كلها. عندنا في التجمع إن شاء الله خطتنا إن بنهاية 2019 يكون النادي مستعد لاستقبال الأعضاء بإذن الله، وبنسرع رتم البنى والإنشاءات إن شاء الله. بالنسبة للشيخ زايد، إحنا إن شاء الله خطتنا بإذن الله هنضيف من 20-25 فدان بإذن الله للمنطقة المأهولة أو المنطقة المبنية إن شاء الله، بحيث نقدر نتوسع في حجم النادي ومساحة النادي، بحيث نقدر نستقبل مزيد من العضويات. خلال 2018 إحنا استقبلنا 2000 عضوية للشيخ زايد، بالإضافة لأعضاء اللي معاهم عضوية عاملة عامة وبيروحوا بيستمتعوا بفرع الشيخ زايد. خطتنا خلال 2019 ان احنا نستقبل من 2000-3000 عضوية اضافية للشيخ زايد. بالنسبة للتجمع، احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا ان شاء الله نستقبل 2000 عضوية خلال على مدى 2019، لكن من الواضح من الحجم الكبير والضغط الكبير اللي على فرع التجمع اليومين دول، ومع بداية فتح الاشتراك، لا متوقعين ان الاعداد هتتزايد، وان احنا هنستهلك ال 5000 او 6000 عضوية اللي مسموح لنا بيهم من الجمعية العمومية بناء على قرارها خلال فترة وجيزة ان شاء الله. ولو ده حصل هنقفل العضوية، لان ده القانون، مش هنبقى مضطرين ان احنا نقفل العضوية عشان ننتظر الجمعية العمومية ان شاء الله السنة الجاية عشان ناخد موافقتها على فتح مزيد من الاماكن للاشتراكات. عشان كده انا يعني بقول اللي بيفكر يشترك في النادي الاهلي وخصوصا فرع التجمع يسرع وياخد قراره بسرعة، لان من الواضح ان الناس عندها ثقه كبيره قوي في الاشتراك في النادي الاهلي. احنا مدين فرصه اكتر من فرصه. اول حاجه ان الناس تقسط، ان الناس تدفع كاش طبعا، وده لو حد عنده امكانياته بتسمح، او ان الناس بتدفع 50% من الاشتراك والباقي على 4 سنوات، بيتحمل 10% رسوم اداريه عن كل سنه من اصل المبلغ المتبقي، عشان برضو في ناس وفي شباب صغير لسه حديث الزواج وكانوا طالبين ان يبقى في نوع من التسهيلات في المبلغ المبدئي اللي بيدفع، وقالوا لنا ان 50% ساعات بتبقى كتيره على الشباب او حديث الزواج. فاحنا النهارده في مفاوضات مع بعض البنوك، وبنرحب بكل البنوك العامله في مصر اذا حبت انها تدخل وتقسط العضويات. في بنوك متخصصة في المجال ده، في لحد النهاردة وأنا بكلم حضرتك 3-4 بنوك كلمونا، وعندنا لقاءات معاهم إن شاء الله بعد أجازات رأس السنة. عندنا شركة أو 2 متخصصين في المايكرو فاينانس أو في التمويل، بيمولوا حاجات للأفراد، التمويل الاستهلاكي، أبدوا برضو رغبتهم في إن هم يمولوا العضويات الجديدة. خطتنا إن شاء الله إن احنا نقدر نفتح النادي بنهاية 2019 بداية 2020، بحيث ما يبقاش فيه تأخير، ونسرع ونشجع الناس إنها تيجي وتشترك. الحمام السباحة لأن هو بطبيعته بياخد وقت أكتر وإنشاءاته بتبقى أصعب، إن شاء الله خلال 2020 هيكون مفتوح بإذن الله.